افهميني. طب بص انا هقول لك اهو، لحظه معايا. عادي عادي، لوتس مراتي. اي لوتس؟ نجاتي؟ لا نجاتي معايا من الصبح في المطعم، لا رحله كده ولا كده. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لوتس؟ نجاتي ده، نجاتي ده مثال الالتزام. تعال. طب يا لوتس اهو معاك معاك، يلا اتفضل خد لوتس. كلها سافر. شت عيب عيب. ايوه طمنت حضرتك يا ستي، اعصابك هدت الله يخليك. طب لو سمحتي بقى عايزين نشوف شغلنا. اوكي يا لوتس، مع الف سلام. اف اشمعنى الايام دي بتشك فيك قوي كده؟ اكيد ماسكه عليك حاجه يا سيدي. شافت من كام يوم فيلم لوليتا، تعرف المولوليتا اللي فيه راجل كبير بيحب بنت صغيره، طلع السيد الناقد يتفلسف
ويتكلم عن مرحلة المراهقة بالنسبة لمرحلة معينة من العمر، يعني بعد الأربعين بيبقى الراجل ممكن يبقى مراهق. بس ودي اتجننت، كبرت في مغاهن، أنا ممكن أحب بنت صغيرة. أنت لو شفت مراتي من أي حتة تلاقيها مدورة كده، ما أعرفش إيه اللي جرب، بس أنا هعمل إيه؟ ده مرة زبطتني بتفرج على نانسي عجرة، قعدتني شهر ما بتفرجش على هيفاء وهبي. لا 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 نجاتي، ده انت معذور على فكره، مراتك دي بقى تبقى مريضه. ايوه عادل، بس مش لدرجه هيفاء، ما انت عارف. وبعدين انا اتعقدت بصراحه، اي افلام دلوقتي بقيت مرعوب منها، اشوف النشره ايه الافلام اللي جايه. ده انا عرفت كمان انهم هيذيعوا قريب الزوجه 13، ربنا يستر. انا حاسس كده ان حياتي بقت جحيم والبيت هيتخرب. ما تقولش كده، ما تفوتش على روحك يا نجاتي. يلا يا حبيبي روح شوف شغلك وانا هتصرف. انا هقعد مع لوتس وافهمها كل حاجه بالراحه واعقلها. اسعد باشا سعاده بره يا عادل بيه. وده ايه اللي جابه ده بقى؟ احنا ناقصينه كمان، انا هقوم ما فيش غل فيه. استنى، انا مش مانع الراجل ده يخش المطعم. يا فندم احنا ما نقدرش نمنعه. تقدرش تمنعه ليه؟ بلطجي ابضاي، ده انا اكسر رجله لو هاوب ناحيه المطعم. يلا انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ لا لا اهم جوحين منورين، اتفضل بابا معاك اهو. لا سيبهم سيبهم، روح 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 حبايبي حبايبي. انت عاوز ايه يا اسعد؟ عايز اتكلم معاكم في كلمتين. انا ما فيش بينا اي كلام خالص. لا في الموضوع اللي جاي اكلمكم فيه على جانب كبير جدا من الخطوره والاهميه. لا ما تنطع براحتك يعني. ما ينفعش يا جماعه، ده موضوع شخصي بيني وبينكم. طيب ابراهيم اتفضلوا بره، خدوا ابراهيم. يلا يا اولاد اطلبوا اللي انتوا عايزينه والحساب عندي. ابراهيم ما تنزلش حاجه لما يدفع الحساب. انا جاي انقذ تعبكم وشقاكم، جاي انقذ المطعم من دمار شامل. ليه هي امريكا ناويه تضرب المطعم ده بالذات؟ انا ما بهزرش، اسمعوني، انتوا نجحتوا نجاح ساحق، كسرتوا الدنيا، مطعم شطوطته سمعته بقت زي الفل، سيرته بقت على كل لسان خلاص. واي نجاح في الدنيا لازم بيقابله ناس حاقدين، بيقابله ناس اعداء. خش في الموضوع على طول، ما تعملش قلبك علينا. انا امبارح كنت في الدويقه. فين؟ في الدويقه. اه يعلقوك في دقيقه. انا امبارح كنت في الدويقه قاعد على قهوه بشرب شاي كشري، وانا قاعد رميت ودني على الناس اللي جنبي، عايز اسمع الناس بيقولوا ايه اليومين دول، بيتكلموا في ايه اليومين دول. سمعت اسم مطعم شطوطته. اسم مطعم شطوطته ده خرم ودني. الحقيقه الفار لعب في عبي. لقيت عيال من الدويقه قاعدين مع عيال من امبابه، طرطشت كلام كده على المطعم، حد مديهم فلوس عشان يجوا يكسروا المطعم ويعملوا فيه غاغه ويدغدغوه على اصحابه، وكل واد فيهم واخد 50 جنيه في ايده. دي بلطجه. انا هبلغ البوليس. لا لا استنى بس، البوليس ايه؟ ما تصبر يا عم، تصبر تصبر بس، انا جايلك في الكلام اهو. الحقيقه انا اتجننت، قلت المطعم بتاع شتوتو ده بتاع عادل اخويا وشريكه نجاتي 6%. الشهاده لله انا ما نمتش، طلعت على طول على قهوه في الدراسه بيقعد عليها عيال من شبرا، عيال جدعان رجوله شهامه ما حصلتش. حكيت لهم على حكايه العيال بتوع الدويقه والعيال بتوع امبابه، قالوا لي عليك وعلى العيال بتوع بين السرايات. لو خدت العيال دي وقفوا قدام باب المحل كده من غير ما يعملوا حاجه خالص، الجن الازرق ما يهوبش ناحيه المطعم. وهم بقى دول شويه الصيع اللي انت جايبهم معاك. الله ينور عليك، العيال دول قريبين وطيبين قوي وعايزين ياكلوا عيش، يعني باكوا في الشهر كل واحد فيهم يبوس ايده وشه وضهر، ده غير الاكل والشرب طبعا، وانت تقعد تحط في بطنك شادر بطيخ صيف. وايه كمان يا اسعد؟ هتعمل لهم اربع بدل عشان المنظر بس يعني. يا عيني. واربعه كمان عشان يغيروا فيهم. ومفيش اي طلبات تانيه؟ يعني لو اي حد فيهم اتخانق ولا ضرب حد ولا حاجه تدفع لهم الكفاله عشان تطلعهم. شوف يا اسعد، قدامك خمس دقايق وتاخد الصيع بتوعك دول وتغور في 60 دقيقة من هنا. الله 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 الله، ليه كده بقى؟ ليه كده؟ يعني كارت ارهاب عشان نكوعه احنا. يا سلام على لعبتك المره دي، ده انت ذكي قوي. يا جماعه ما هو اي مكان في الدنيا لازم يكون له حمايه، ده النظام العالمي الجديد. اسعد الخمس دقايق فات منهم دقيقه. انا مالي، انتوا حرين، انا الحق عليا ان انا خايف على مصلحتكم. بقول لك ايه، تروح لهم للعيال بتوع الدويقه وبتوع السياله وبتوع العتبه وبتوع الكلام ده دول، انا ممكن اجيب الواد مجد فرن، قول لهم بس مجد فرن، هم عارفين مين مجد فرن؟ ها يفرونهم كلهم. قول للعيال بتوعك ان احنا صيع ونفوت في الحديد. عيال صيع
تخسروه، قولوا له جماعته اسعد باشا كوموه. برافو عليكم، عفارم عليكم بتوع مين الصلاه، عفارم عليكم كده. ايه رايك يا عادل بيه؟ قلت ايه نجاتي بيه؟ المصريين هم حيويه وعزم مهمه. فيها ايه 4000 جنيه وتمن بدل يعني؟ ما فيهاش حاجه. على العموم هو نظام الامن الخاص ده معمول بيه في كل مطاعم اوروبا وخصوصا في مطاعم ايطاليا. اسالونا انا. اهلا بيكم في المطعم. انا عمر. قوم يا حبيبي. قوم يا حبيبي امشي امشي. انا حلاوتي ايه بقى يا عادل بيه؟ واطي وحقير ومعفن. نعم. أه بقول اللي تؤمر بيه اسعد بيه. يعني اعتبروني واحد منهم يعني. كده هنتكلم في 5000 جنيه في الشهر مش 4. يا سيدي 4 من 5 ما تفرقش. ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ في حد مهم في المطعم النهارده ولا حاجه؟ لا يا باشا، دي احتياطات امنيه. احتياطات امنيه؟ احتياطات امنيه ايه؟ ما الاحتياطات الامنيه دي لما بتزيد عن حدها بتجيب كوارث بتجيب مصايب. ثم ان اللي يخاف من العفريت يطلع له. اتفضل يا باشا. حاضر. يا باشا شكلكم وحش قوي. الراجل ده انا اعرفه. ايوه انا قابلته قبل كده. بس فين يا سامي؟ امتى يا سامي؟ الراجل ده انا اعرفه. انا شفته فين؟ فين يا جابر؟ امتى يا جابر؟ جابر شديد مظبوط. انا حكمت عليه بعشرين سنه قضيه مخدرات. افتكرت هو ده المجرم. سامي بيه رئيس المحكمة اللي طصين الحكم. انت جابر شديد مش كده؟ ايوه يا باشا. فاكرني يا جابر؟ وليخفى الامر يا باشا، سيادة المستشار سامي باشا. ازيك يا جابر؟ خرجت امتى؟ بقالي يجي شهر يا باشا. وعامل ايه في حياتك دلوقتي؟ مبسوط؟ انا طلعت في سن الستين يا باشا، يعني خلاص ايام بنقضيها لحد ربنا ما ياخدنا. بس الحمد لله غلطت ودفعت تمن غلطتي. المتر ودي يا احمد. يا ابني انت ما خرجش غيري، مش سايبينك عليا ليه؟ شوف جابر ياخد ايه وما تحاسبهوش، ده تبعي انا اللي هحاسب. فضلت خيرك يا باشا. جابر ما تزعلش مني، انت عارف طبعا القضيه كانت لبساك لبساك، ثم انت كنت معترف. ارجوك ما تكونش شايل مني. اشيل من سعادتك انت يا باشا؟ ده انا بدعي لك. بنخلص اللي علينا في الدنيا علشان الحساب في الآخر يبقى خفيف. بالإذن يا باشا. خلاص يا ابني متشكرين، مش دلوقتي. بعدين معاك يا جابر، ثلاث مرات تكلمني اعمل لك ايه بس؟ ما انا بقالي 20 سنه مريحك انت وبنتك مني، مش طايقاني اليومين اللي فاضلين في عمري يا ام ياسمين. انت عايز ايه دلوقتي؟ هكون عايز ايه؟ عايز فلوس. معقوله جابر شديد ابو المذيع النجمه المشهوره في الفضائيات اللي بتقبض بالدولار، ياسمين شديد ابوها يبقى حالته ضنك بالشكل ده؟ اسمع يا جابر،
انا اتفقت معاك اديك 2000 جنيه كل شهر وتبعد عننا خالص، وانا هفتح لك حساب في البنك كل اول شهر تروح هتلاقي المبلغ هناك. عايز ايه تاني؟ احنا مش اتفقنا على كده وانت وافقت؟ كنت لسه خارج من السجن ومش عارف ان الدنيا ولعت بالشكل ده. انا سايب اللحمه ب3 جنيه طلعت لقيتها ب43 جنيه، وانا ما عنديش فلوس دلوقتي. وبنتك برضو ما عندهاش فلوس؟ مالها ياسمين بكده؟ حلوة، مالها ياسمين دي؟ ياسمين دي اسمها ايه؟ ياسمين جابر شديد، وانا جابر شديد. اسمع يا جابر، انا ما خبيتش حاجة عن بنتك. بنتك عارفة ان انت كنت في السجن، وعارفة كنت في السجن ليه. ما تجيش ولا مرة تزور ابوها وتطمن عليه. انا اللي منعتها، هي كانت دايما بتسأل عليك. انا ربيتها احسن تربية، دخلتها كلية الاعلام، بقت مذيعة مشهورة في قناة فضائية كبيرة، كل الصحف والمجلات بتكتب عنها وتنشر صورها. يرضيك تفضحها؟ يرضيك تشوه صورتها قدام الناس لما يعرفوا ان ابوها كان في السجن؟ يا ستار على المقابلة. ايه يا عادل؟ كنتش كده ابدا يا عادل، كل ده ولسه مش حاسس ان انا بحبك؟ طب ده انا جاي النهاردة انقذك من مصيبة. هو في مصيبة اكتر منك؟ مصيبة ايه؟ امبارح كنت في الدويقة، العيال بتوع الدويقة كانوا قاعدين مع العيال بتوع امبابة، قاعدين بيتكلموا. ياد الدويقة وياد امبابة، فلقتني قرفتني. استنى بس، خلينا اشرح لك، خلينا افهمك. الموضوع المرة دي عدول كبير قوي. التلاجات اللي انت جايبها حتى بالأمارة انت جايبها من ايطاليا، وليس رقم 2462-0039 CFI افراج جمركي 5187 جمرك القاهرة. هو ده فعلا رقم الافراج الجمركي. دفعت الجمارك؟ طبعا دفعت الجمارك. ما تخليك صريح معايا عشان ابقى صريح معاك. الجمارك دي ما اتدفعتش، والحاجة دي متهربة، والافراج الجمركي ده لا مؤاخذه مضروب. انت ازاي تجرؤ؟ اهدى يا عدول، اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي. هو انا عمري شفتك غرقان في اي موضوع الا ما نطيت وطلعتك؟ انا امبارح يا راجل قعدت مع الراجل اللي حطك في دماغه ده. الراجل ده مصر على الاذيه، فضلت وراه لغايه لما وصلت معاه الحل.
الراجل ده عنده ابنه في ثانية أولى جامعة، الواد ده هيموت هيموت على العربية. قلت له بس عربية وائل ابنك عندي. عربية؟ واحنا هندفعها كاش؟ أنت هتدفعها قسط 1600 جنيه في الشهر، يعني مش فلوس، وتقعد بقى وترتاح بدل وجع الدماغ اللي أنت فيه، وتخش في مشاكل والموضوع يكبر سين وجيم ويحجزوا على المحل، ده غير الفضيحة. خلاص. ماشي يا سعد، حاضر. طب وحلاوتي أنا إيه بقى؟ أنا مش عايز أتعبك في التفكير. القسط ال 1600 دول خليهم 2000، والفرق البسيط قوي ده يبقى هو ده حلاوتي. خلاص زهقت، أنا زهقت خلاص، خلاص زهقت، هطلع مراتي. ابعت هات لي مأذون يخلصني حالا دلوقتي. ما تبعت أنت يا أخويا تجيب المأذون. وأنت صغير قرفتوني. اخص عليك يا عادل، تسيبني في أحلك الظروف الحالكة. مالك يا نجاتي؟ مالك يا حبيب قلبي؟ مضايق نفسك ليه؟ اقعد بس اقعد اقعد يا نجاتي. مالك يا حبيب؟ لوتس مراتي. هي مش ساعات يعني بتعيط كده بدون سبب وتقعد تشتم فيك؟ ايوه. وتبقى مش طايقاك كده ساعات وتقول لك انا كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك، انا عايزك تطلقني، طلقني. فعلا فعلا. وبتشك فيك ليل نهار ومنكد عليك عيشتك؟ يخرب عقلك. هو عادل قالك على كل حاجة؟ مراتك سليمة 100% يا نجاتي. ما فيهاش اي حاجه على قدر كبير من الصحه والعافيه. انت اللي مريض، حضرتك اللي مريض للاسف يا نجاتي، بتاخد كل حاجه على اعصابك، بس انا عندي ليك العلاج الشافي المعافي اللي هيخليك 100% وهيرجع لك الصحه العقليه كما كانت ويلم شمل الاسره دي كلها وهيخليك اسعد زوج في العالم. اللي هو ايه؟ انا هاخدك اسهرك سهره اروقك فيها تماما، وهنقفل موبايلاتنا خالص، وهنقول للعادل لو مراتك اتصلت بيه هنخليه يقول لها ان احنا بنعزف واحد صاحبك. عزف واحد صاحبي؟ الزوجه لما يبقى جوزها راجع كده من عزا قلبها يرق عليه. يعني هنلبس كرافتات سودا ونشرب قهوه ساده ونعيط؟ نعيط ايه؟ بقولك هروقك. ده احنا هنروح نعزي في محل من محلات شارع الهرم. يلا بينا بس بسرعه بقى، يلا بينا. تعال اقول لك ايه؟ من دلوقتي مفيش حلاوه، مفيش فلوس، مفيش اي حاجه، انا بقولك من دلوقتي اهو. عيب يا نجاتي، الحاجات الإنسانية دي أنا بعملها والله لوجه الله. بقالي ساعة مقطوعة يا ست هانم. انت بتعمل فيها كده ليه؟ انت واخد 500 جنيه مفيش من اسبوع. خلصوا طاروا، بقالي يومين على لحم بطني اصرخ وهلل اللي قدام الناس واقول بنتي ومراتي سايباني اموت من الجوع. من فضلك وطي صوتك، وبعدين انا مش مراتك وانت مش ابو ياسمين. نعم يا اختي، امال مين ابوها بقى ست هانم؟ انا ابوها وامها، ومش هسمح لك ابدا تهد اللي انا بنيته في السنين دي، فاهم؟ كفايه ان انت خدعتني وفهمتني ان انت راجل شريف وفي الاخر تطلع تاجر مخدرات. الله الله الله، دي لهجه جديده لا مؤاخذه وما تعجبنيش ابدا. انا معيش فلوس. خلاص اروح لبنتي وهي تديني فلوس، مش انا ملزوم منها برضو. ومعاك موبايل اهو لاشيا معدن، امال مستخسرين فيا ليه؟ الو، ايوه يا ياسمين يا حبيبتي، انا كويسه. اه لا انا في النادي يعني. تروحوا نوادي كمان؟ بتمشى شويه. اه لا ده صوت يعني ناس جنبي. ها ايوه حبيبتي. ها لا ما النادي فيه ناس كتير، ما انت عارفه والاصوات بتبقى عاليه يعني. امت؟ لا انا كويس. تعالى يا ابني. حضرتك شوف عندكم ايه تاكل، يعني شويه كبده كده على فرخه مشويه، اي حاجه كده ترم العظم. طب لحظه واحده يا فندم، اجيب لحضرتك المنيو. لحظه واحده. منيو ايه يا ابني؟ بقول لك حاجه ترم العظم. اه ماله فين؟ لحظه. لا عندي شويه برد، هبقى اكلمك بعدين. مع السلامة حبيبتي. هتاكلي معايا لقمة؟
لا انت حره، بس بقول لك ايه، انا معيش فلوس، وسبق وقلت لك لما بيبقى معيش فلوس الشيطان اسمع يا جابر، احنا لازم نلاقي حل، وحل نهائي، وكفايه بقى. عادل بيه، انا بشوفك يا راجل قانون لا يمكن اسكت عن اللي بيحصل ده ابدا. في جريمه بتحصل في مطعمك يا استاذ. جريمه؟ ايوه، ابتزاز. راجل مجرم بيبتز ست مكافحه محترمه، عايز يهد كل اللي بنيته في سنين عمرها، عايز يفتح بنته قدام الناس كلها. مصيبه ان البني ادم ده انا حاكم عليه قبل كده ب20 سنه سجن في قضيه مخدرات. ايه اللي بتقوله ده يا سعاده المستشار؟ انا مش فاهم حاجه. مخدرات ايه؟ المشكله ان انا مش لاقي اي ثغره قانونيه، اي ثغره عشان امنع ابتزاز ده. هو ابوها وهي بنته بالفعل. الراجل ده موجود عندنا هنا في المطعم؟ ايوه، قاعد بيعذبها، بينهال عليها بالكرابيك، شيء لا انساني. طب اسمح لي بقى يا سعاده المستشار، شاور لي بس علي. انا مستعد يا ستي، محدش يعرف ان انا ابوها وهي كمان، بس تشوف لي شغلانه. هي مش بتشتغل مذيعه، تشغلني معاها. اسمع يا جابر، ياسمين متقدم لها مذيع زميلها في المحطه اللي هي بتشتغل فيها، وهما بيحبوا بعض، ولد من عيله كبيره قوي، فما كانش ممكن طبعا تقول له ان ابوها مسجون في قضيه مخدرات. تات الإناء، قبلين يا ستي خلاص من السجن، مواطن صالح زي القانون ما بيقول. سهلة بقى إنها تأيفني وتلبسني وتشمني قدامهم، وأنا مستعد أقول إن راجل أعمال. أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش دم، حسب الله ونعم الوكيل فيك. أنت هتسممين اللقمة اللي باكلها. بقول لك إيه، أنا باخد إيديا وما بقتش زي الأول. آه، ابر حاجة علشان ندفع الحساب، ولا عايزاهم بقى ياخدوني الاسم ويقولوا عليا ان انا نصاب، ولا اقول لهم بقى ان انا ابو مذيع. حتى الاسكت، هتصل بيكوا تاني، حضري لي لقطة كبيرة كده هون عشان ما تصلش بيكوا كل وقت والتاني. الباشا كبيرة، مرحب. اهلا اهلا، اتفضل يا باشا. سؤال يا جابر، كنت فاكر انك اتعلمت بيت بني ادم. لا يا باشا، انا عملت حاجه غلط. لو مؤاخذه، اسمع يا راجل، انت انا عرفت ان انت لو تعمله وانا مش هسمح لك اطلاقا تعمل حاجه حقيره في المطعم هنا. يبقى مين الاخر يا مؤاخذه؟ انا عادل نور صاحب المطعم. وده دخله ايه في اللي احنا بنقوله؟ يعني ايش عشرك في الموضوع العائلي ده؟ يعني سديت نفسي عن الاكل. حساب اهو بالبقشيش كمان، احسن تقولوا عليا النصاب. مجرم حقير خرج من السجن بالشكل ده، وفين التأديب؟ فين التهذيب؟ فين الاصلاح؟ سامي بيه، الراجل ده انا حطيته في دماغي ومش هسيبه. الواد اسعد سعاده ده يا عدول فعلا كنز حقيقي. سهرتين اللي انا سهرتهم معاه في الكباريه خلوني ارجع البيت وعندي شعور بالذنب. انا كراجل داير على حل شعري، لما ارجع البيت الاقي مراتي مستنياني وقاعده تزعق، حسيت انها انسانه جديره بالتقدير والاحترام، وسبتها تقول اللي هي عايزاه وتفش بالله وتطلع كل الشحنات المكبوته جواها. اخر رحت واخدها في حضني بس بالعافيه، انت عارف لوتس سايز ميكروباصي تقريبا. يا سلام، وحسيت بسعادة. تاني يوم اعتذرت لي، حسيت فعلا ان انا عايش عيشة زوجية سعيدة. ايه يا عادل؟ عدول انا بكلمك. ها؟ ايه ده نجاتي؟ انت جيت امتى؟ معلش اعذرني، انا اصلي النهاردة مش رايق وبالي مشغول بصراحة قوي. ايه، في حاجة في المطعم؟ لا، في زبونة عندي عندها مشكلة ولازم احلها. يا عم ما نحل مشكلنا احنا الأول وبعدين نحل مشاكل الزباين. أهلا. إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة في إيه؟ هو أنا أغيب عن المطعم 5 دقايق أرجع ألاقي المشاكل زي المطر؟
أسعد حبيبي. ازيك يا نورجا؟ الله يخليك. أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ احكيلي. لسه بقول لعادل أنت كده. طب بص كنت عايزك في حكاية كده بيني وبينك. لا أوي أوي أقعد 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 عادل مش غريب أقعد. دي حكاية خاصة جدا بيني كونفدينشال تعالى بس بيني إكسكلوسيف تعالى تعالى حصريا؟ حصريا تعالى. عدول هخلص مع الغيطة كده بيني إكسكلوسيف برضه. الو محطة اتش كيوسي؟ اكلم المذيعة الاستاذة ياسمين شديد لو سمحت. لا لا دي حاجة خاصة. شكرا. ايوه يا استاذة انا عادل نور صاحب مطاعم تشي توتو. انا معجب جدا بحضرتك وبالبرنامج الانساني الجميل اللي بتقدميه. لا العفو انا عاوز اقدم لك هدية. لا مش هدية شخصية طبعا لا دي هدية للبرنامج. الحقيقة انا عندي ديكور المطعم عبقري هيعجب سعادتك قوي. كتير جدا من الفضائيات حاولوا يصوروا فيه بس انا حبيت اول تصوير يتم عندي يكون لبرنامج محترم زي برنامج حضرتك. لا لا خالص خالص والله بلا مقابل. حضرتك والمخرج وستاف التصوير كله معزومين في المطعم على حسابي. المخرج؟ لا قوي 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 يشرف يا عين في اي وقت يحبه. اهلا بيه. ان شاء الله انا والستاف بتاع المطعم كله هنكون في انتظاركم وهنكون سعداء بيكم. مين صور الصورة دي؟ إنسان وضيع لا عنده لا شرف ولا مبادئ. صورك أنت وصافي يوم ما كنا في الكباريه مع بعض. يا حرام الصورة إيه؟ طب وإيه العمل؟ أنا خدت منه الصورة دي ب 500 جنيه. ربنا يخليك يا أسر، ربنا يخليك يا عمي، ربنا يخليك. إيه؟ ربنا يخليك. أنا هديك 500 جنيه، أوكي؟ هديك 500 جنيه ونقطع الصورة. ماشي. لا لا لا، نقطع إيه؟ إحنا نحرقها لا من شاف ولا من دري. اسمع بس، اسمع بس يا دري، تعالى. إيه تعالى بس، هم أنا هجيب لك الفلوس وهروح أجيب لك الفلوس والله، مش هم 500 جنيه؟ عاوزهم ورقة ولا فكة؟ عاوزهم بالدولار؟ 86 دولار و80 سنت. مش دي المشكلة، المشكلة إن الواد ده صور لك 36 صورة. كم؟ ما تقلقش بس يا نجاتي ما تقلقش، الواد ده أنا حاطه في جيبي، أنا مثبته، أنا بس ماشي معاه واحدة واحدة كده لغاية لما ناخد منه الفيلم. أبوس إيدك. ما تخافش يا نجاتي ما تخافش، أنا خايف زيك بالظبط، أنا الواد ده بس بحاول معاه لغاية بس، أنا خايف أصلاً كمان الواد ده يتهور ويودينا في داهية. أنا بس اللي غرق، اللي خلاني أروح الكباريه الليلة دي؟ يعني انا عايز اسالك سؤال، ازاي تخلي صافي تميل عليك بالمنظر ده؟ البنت ميت كانت بتسالني عشان تروح، بتسالني الساعه كام؟ يا نجاتي دي قضيه، الصوره دي لوحدها كده قضيه، مراتك لو خدتها ترفع قضيه تطلقك وتاخد كل حقوقها. خبر ابيض، 36 صوره بكام؟ 36 صوره يا لهوي، ده فيلم استعراضي. انا عندي اقتراح، احنا نعمل مرتب شهري للواد ده، نديله قد 600 جنيه في الشهر. الواد ده اصله عطلان مش لاقي يشتغل، وهو كده نبقى احنا اللي ماسكينه مش هو اللي ماسكنا. فلوس البودي جاردات وبتاع الجمارك. فلوس ايه اللي بتديها لي؟ انا جيت لا ده اصل انا كنت بعته تجيب لي شويه حاجات كده طلبتها منه من السوبر ماركو. هاتكوا زي الفل. نجاتي فلوس ايه اللي كان بياخدها منك اسعد؟ اعترف. اتفضحت اتفضحت يا عادل اتفضحت. ليه؟ رجعت تتخانق مع مراتك تاني؟ صوروني يا عادل صوروني. العيال بتوع الدويقه اللي بيصوروك في دقيقه. لولا اسعد الله يكرمه قدر يسيطر عليهم ويداري على المسائل. بياخد منك كام اسعد؟ 600 جنيه في الشهر.
الله 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 الله، ده شغال علينا بقى الراجل، الله يستره. مش احسن ممكن بيتنا يتخرب؟ واللي احنا فيه ده مش خراب بيوت؟ بيهلب منك وبيهلب مني. لا ده ابتزاز، دي قتاوة. اسعد هو جابر وجابر هو اسعد. اتجننت يا عادل؟ اسعد هو جابر ازاي؟ اسكت يا نجاتي اسكت. اذا كان هو ده النظام العالمي الجديد فانا لازم اغيره. احنا اللي بنغلط وبندفع ثمن غلطنا. انا لازم اواجه اخطائي، وياسمين لازم تواجه ابوها مهما كان الثمن، وانت لازم تواجه مراتك وتعترف لها بكل حاجه. انا اواجه مراتي؟ انا اواجه لوطس؟ اصل ده لو عرفت هتتجنن وهتبعت تجيب امها الحاجه خشب الزلوط وهيموتوني هما الاثنين. تموت مره واحده احسن بدل ما انت بتموت 100 مره من الرعب. الرعب؟ اه على رايك ده انا بدخل الحمام 20 مره في اليوم من الرعب. نجاتي روح واجه لوطس وقول لها على كل حاجه، اخلص من الخوف والرعب اللي جواك. انا هروح وهواجهها ومش هخاف، بس لو ما رجعتش 6 من 10% نسبتي وزعها على الفقراء. روح واجهها يا نجاتي، وانا كمان عندي مواجهه زي بتاعتك بالظبط. طبعا يا اساتذه حضراتكم مستغربين ازاي انا جمعتكم مع بعض مع انكم ما تعرفوش بعض، فاسمحوا لي في البدايه اعرفكم ببعض. الاستاذ كمال رزق مدير الجمارك، الاستاذ خالد الحلفاوي مدير ماموريه الضرائب، الاستاذ تامر الشيخ مدير التامينات الاجتماعيه. الحقيقه يا جماعه انا كنت بترعب لما اسمع اسم واحد فيكم، لكن دلوقتي انا هقعد معاكم ومش خايف من اي حاجه لاني نويت اعترف باخطائي. استاذ كمال انا هعترف لك، كل الثلاجات والادوات اللي عندي اللي في المطبخ واللي في المخازن واللي معايا اقرار بالافراج الجمركي عنها، الحقيقه انا دفعتش عنها ولا مليم جمارك ودخلتها بطريقه غير قانونيه وغير مشروعه. انت عملت كده؟ دي جريمه يا ولا... استاذ كمال فلوس الجمارك جاهزة عندي وهدفعها كلها. قلت ايه؟ وايه اللي خلاك تعمل كده؟ ضميرك صحي؟ ايوه ضميري صحي، وتخلصت من الخوف اللي بيكبر غلطة البني ادم وبيخليه يدفع ثمنها كل يوم. والله برافو عليك يا عادل بيه، انت كده نموذج للمواطن الصالح. انا ما كنتش ابدا نموذج للمواطن الصالح، لان بصراحة عمري ما دفعت الضرائب الحقيقيه اللي عليا، لكن دلوقتي عاوز ادفع حق الدوله ثالث وثالث، ودي يا استاذ الاقرارات الضريبيه الحقيقيه بتاعتي. قدر وانا تحت امرك. استاذ تامر الحقيقه انا نص العمال اللي عندي ما كنتش بدفع لهم اي تامينات اجتماعيه، من امبارح كلهم متامن عليه. عادل فين عادل؟ ايوه انا جاتي انا اهو. باركلي يا عادل باركلي. الحمد لله لوطس وامها سامحوني. هما لو ما كانوش سامحوك كانوا عملوا فيك ايه اكتر من كده؟ يا عادل انت ما تتصورش حمل فظيع اتشمل عليا. انت لابس مايو؟ يا سلام، حاسس اني بتولد من جديد. أجمل يوم في حياتي يا نجاتي. عارف ليه؟ لأنه يوم من غير خوف. إنما إيه الزحمة اللي في المطعم دي؟ هما بيصوروا فيلم هنا؟ لا لا لا، هيصوروا برنامج. برنامج إيه؟ حياة سعيدة. دفعوا إيجار التصوير؟ لا. لا ليه؟ ماسكين علينا زلة هما كمان؟ من هنا ورايح ومن النهاردة، من دلوقتي. مفيش حد هيقدر يمسك علينا زله. المذيعة اللي بتذيع البرنامج ده ياسمين شديد، انا قاصد انها تيجي هنا علشان تواجه واحد مبتز حقير جبان. حقير مين؟ اسعد؟ لا ابوها. طب اقطع دراعي اذا ما كانش اسعد هو اللي عامل اللعبه دي وجايب اللي اسمه ابوها ده. هو في
المطعم ده ماله بقى دوشه كده؟ شرفت يا هاني. مالا؟ اسمع يا جابر، انا ما عنديش المبلغ اللي انت طلبته، هما دول ما فيش غيرهم. ايه ده الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ خلاص اروح لبنتي اخد منها اللي انا عاوزه. اعمل اللي انت عايز تعمله. الله 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 الله، كلامك المره دي في لف ودوران ومش عاجبني. معقول؟ ايه المفاجاه الجميله دي يا طنط؟ ازيك يا عمري حبيبي؟ حضرتك بتعملي ايه هنا؟ عمرو خطيب بنتي ياسمين. اهلا وسهلا. تشرفنا. هي ياسمين جايه هنا؟ ايه ده بقى؟ انت حضرتك يا طنط ما انتش عارفه انها جايه تصور الحلقه هنا؟ هي يعني الكاميرات دي كلها عشان ياسمين؟ طب انا همشي، مش هتيجي معايا حاجة؟ ها؟ لا معقول امشي واسيب فرصة زي دي اشوف الاستاذة ياسمين وهي بتصور؟ دي بنتي. قصدي يعني زي بنتي. يلا حبيبتي عشان هنصور. نادين ها؟ دلع السلامة. ايه ده؟ المفاجأة الحلوة دي، ماما هنا. اهلا يا حبيبتي. يلا ياسمين يلا عشان نخلص يا ماما. يلا شوفي الماية. يلا لسه قدامنا مونتاج. يلا نبدا. عادل نور. نجاتي يا ابو النجم. اهلا وسهلا، انا بشكرك قوي قوي. انا اللي بشكرك انك شرفتيني وهتعملي برنامجي كده. اتفضل اتفضل. ستاند باي. بسم الله الرحمن الرحيم. في برنامج حياه سعيده ان نرسم البسمه على الوجوه، أن نعمل قدر المستطاع على إزالة الهموم والأحزان. معنا ومعكم سيدة استطاعت أن تصنع المعجزات. سيدة كافحت وعاشت كي تربي أسرة كبيرة لم يكن لها من عائل إلهي. أبوهم الله يرحمه سابهم صغيرين، كنت أطلع من صباحيتها عشان أجري على رزقهم. تتمني إيه يا أم محمود؟ بنتي الكبيرة هتتجوز الشهر الجاي. يعني زيي انا كمان هتجوز الشهر اللي جاي. صحيح. الف مبروك يا بنتي. الله الف مبروك. ست ام محمود، اللي عملتيه مفيش اي مكافاه في الدنيا تقدر تسويه، بس خلينا نحاول ان احنا نحقق لك اي حاجه بعد كل اللي انت حققتيه. نفسي حج وازور رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. ام محمود، هديه البرنامج ليكي دي تذكره الحج والباسبور وتأشيرة الحج كمان. ربنا يسترها معاك يا بنتي، ربنا يسعدك يا رب. أنا متأكد إنه مش هيرضيك تهد فرحة بنتك. مظبوط؟ معلش يا بنتي، أصل البرنامج بتاعك مؤثر قوي، بيوجع القلب. سلامة قلبك يا حاج. حاج أنا لسه ما حجتش، لكن إن شاء الله لو ربنا أذن هحج. ربنا يوفقك يا بنتي. Thank you.
تعالك لي. وانت بطالك لي. ساعات نجاتي البني ادم الوحش قوي برضه يبقى في حاجه جوه نظيفه بيجي لها وقته وبتطلع. الا واحد بس عمر ما بيجي له وقت حاجه نظيفه وحاجه تطلع. اسعد سعاده. اسعد سعاده. اسعد سعاده. انا ابدي حلال والله جاي على اسمي اهو. كانك قلت جزر جزر. انتوا الاثنين قاعدين كده الحمد لله شكلكم مبسوطين على الاخر، وانا احب تقول كده دايما، احب وشك يكون مليان سعاده كده. طب ده انا لسه مخلصكم من المصيبه، كانت هتبقى كارثه والله العظيم. انا وانا قاعد في القهوه في الدويقه بشرب شاي كشري، لقيت واحد قاعد من بتوع الصحه بيقول ده تخيل ان المطعم بتاعنا هنا الراجل الطباخ والشيف معهم شهاده صحه. قلت له لا دول حبايبي، ده عدول ونوجه. انا خلصك الموضوع ده ولا يهمك، انا هخلصه لك ولا تقلق نفسك خالص والله. مالكم يا جماعه في ايه؟ ده انا اديته 300 جنيه بس، مش اكتر من 300 جنيه، خلصت الموضوع. انت نصاب. اه حرامي. اه وابن ايه؟ يا عزك يا عزك يا عزك يا عزك. الجمارك دفعناها والتأمينات وخلصناها. الكلاب بتوعك اللي انت بتنده عليهم دول بلغنا عنهم البوليس وزمانهم في الحجز، والضرايب ودفعناها ولوطس وواجهناها. بقول لك ايه، انا رحت الدويقه محدش يعرف حاجه عنك، طلعوا ناس زي الفل ما يعرفوش حاجه عنك. جاتك نيله وانت عامل زي السحليه الذكر. شيف متولي تعالى هنا، خدوا الخروف ده وحشوه بصل. يلا